يقول: هل الدعاء بفناء اليهود والنصارى نهائيا؟ الله حكيم عليم، لو شاء أهلكهم نهائيا، لكن في بقائهم حكمة، في بقائهم حكمة. فأنت تدعو على الظلمة والمعتدين، تدعو على الظلمة والمعتدين من اليهود وغيرهم. أما إن الله يفنيهم نهائيا ولا يبقى ولا يهودي ولا يبقى ولا نصراني، هذا يخالف الحكمة الإلهية في بقائهم. الله أبقاهم لحكمة سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن يفنيهم في لحظة، لكن أبقاهم لحكمة للابتلاء والامتحان